for the city كريم مدير التعليم العالي الجامعي ولواء الطلبه على مستوى حداد عندنا دور زيارته من قبل استغلال التمور مؤسسه غذائيه ال ام دي إن هذه الزيارة الموجهة للمدرسة العليا للإدارة العسكرية تندرج في إطار تعزيز العمل الجواري ضمن المخطط لاتصال المعتمد من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتمتين سياسة التعرف على المؤسسات التكوينية العسكرية وتعزيز روابط التواصل مع المواطنين في إطار رابطة جيش أمة، كما تعتبر أيضا فرصة سانحة للأسرة الإعلامية للتعرف والاطلاع عن كثب عن مهام الموكلة للمدرسة العليا للإدارة العسكرية ومختلف النشاطات المقامة بها في مجال التكوين الجامعي والعسكري.